بيك يا فندم. انت منين يا محمد؟ انا من اسكندريه. في الجامعه؟ في كليه تجاره. طب ايه اللي دخلك في مجال الغناء يعني؟ هو انا في الحقيقه من صغري وانا بغني، كنت بغني من ابتدائي واعدادي، وبعدين وصلت لحد ثانوي في البيت وقفوني شويه لحد ما اخش جامعه، فالحمد لله دخلت كليه تجاره. انا على فكره في سنه رابعه دلوقتي. بعد ما دخلت الكليه ابتديت اغني في مجموعه، يعني عملنا باند وغنيت في اسكندريه، وبعدين جيت القاهره هنا وعملت مجموعه اغاني ومستمر الحمد لله لحد دلوقتي. يعني ما انتش خايف تدخل في المجال يعني اللي مليان مطربين بالمئات؟ حاسس انك كويس كفايه بحيث تقدر تقف على رجلك؟ والله هو اكيد طالما دخلت في مجال هيبقى عندي ثقه ان انا اثبت نفسي، واكيد المنافسه صعبه جدا. تهيألي الفترة دي المنافسة صعبة، بس طالما الواحد عارف هو رايح فين وبيعمل ايه هيبقى واثق في نفسه. ان شاء الله. طب ممكن تسمعني يعني الاغنية اللي شهرتك الاول كانت اغنية ايه؟ هي انا عند وعدي. طب اسمعها. انا عند وعدي وبحبك، انا عند وعدي، وعني دارك وحبايبك، وعنيكي وعدي، قدمت لكي اخر ما عندي، ولا كانش بعدي عنك بيدي. ده انا عندي وعدي، ده انا عندي وعدي، ومش عايز يا حبيبتي في بينا حواجز. صدفة بعدت كتير ياما، والبعد عنك دوامة. قدمت لكي اخر ما عندي، ولا كانش بعدي عنك بيدي. ده انا عندي وعدي. كويس، انت دايما عند وعدك؟ اكيد طبعا. الحمد لله. ودايما اللي بيبعد كده مش بيبقى بايده؟ لا انا شايفه ان دي الموجه الجديده في الاغاني يعني، ولا هو الشباب مش عاوز يلتزم؟ لا هي بتبقى ظروف يعني في الحقيقه. دايما الظروف بتبعد. اه. ان شاء الله الظروف تكون احسن وتقرب. عملت اغاني تانية غير انا عند وعدي؟ هي كان في غنوة تانية انا كنت بحبها قوي عموما عن نفسي، بس ما خدتش حظوة انا عند وعدي. يعني انا عند وعدي صورتها في التلفزيون، و يعني اتذاعت كذا مرة، وصورتها في فيلم مشاغبات والكابتن برضو. بس الغنوة دي انا بحبها قوي لانها كلامها قريب مني قوي، وغنيتها وانا حابب ان انا اغنيها قوي. كلامها بيقول مد ايديكي تعالي، يكفى غرور وتعالي، هدي البرج العالي واختصر المسافات. جميلة. طب تغنيها لنا؟ مد ايديكي تعالي تعالي، يكفى غرور وتعالي تعالي، هدي البرج العالي واختصري المسافات. انا طول عمري بحبك وانتي دايما كده بتداري، يلا عيونك شمس مدينتي جوا في قلبك داري. هو الحب مجرد عندك حلم وامنيات. انت اللي بتختار الكلمات؟ انا اللي بختار الكلام. يعني بيكون عندك كلمات كتيرة بتختار من ضمنها حاجة، ولا بتتفق مع المؤلف يكتب لك في موضوع؟ لا هو طبعا احنا يعني اللي بيحصل ان احنا بنروح للمؤلف ونقعد معاه ونشوف الكلام اللي عنده، والكلام اللي انا بحس ان انا بيعبر عني او انا عايز ادخل للناس من خلال الكلام ده هو اللي انا بختاره. دايما الكلام بيكون يعني اللي بتختاره من الكاتب بيكون بيمس حاجة في شبابنا فعلا؟ هو لو حصل ده هتبقى الغنوة هتتحس اكتر. يعني لو انا اخترت كلام انا حاسس بيه ومسسني من جوه، هقدر اوصله للناس باسلوب احسن من الكلام اخده ابقى مش مقتنع بيه او بغنيه لمجرد ان انا عايز اغني.
هيوصل بالسلامة يا سلمى. يا سلامة انت تجينا بالسلامة. سلمى يا سلامة انت تجينا بالسلامة. يا بحر الشوق عاداتنا العربية الأصيلة إننا لما نعتب على إنسان بنحبه نقول له عليك حق عرب. والفنانة المطربة نادية رشدي بتؤكد المعنى ده بصوتها الجميل في أغنية حق عرب.